امير، عايزين نقول لك الف مبروك ريتسا. والاسم غريب شويه. هو غريب صح، بس عجيب. سمك وسي فود وبتاع. وسي فود بتاع جربته؟ انا ما جربتوش. انا هجربه بعد الفيلم. اويسترز، فبيقولوا انه قريب منه يعني. لا انت بتعمل، بتحب السي فود وبتحب الحاجات دي؟ طبعا طبعا، ومفيش سي فود زي اللي موجود في مصر يعني بصراحه. انت بره في امريكا مفيش الجو والحاجات الجامده اللي عندنا هنا. حاجات اجمل، احنا عندنا البحر طبعا. امير، كلمني كده عن شخصيتك اكتر في الفيلم عشان الناس حتى تبقى عارفه تشوفه. هتشوفوا شخصيه رومانسيه اكتر، حاجة أنا ما عملتهاش قبل كده هنا في مصر. ناس متعودين على شقاوة وباد بوي ومش عارف إيه أيام رمضان، وفخر برضو كان نردي شوية، بس ده أقول يعني في النص شوية يعني. لا، دور لذيذ، لذيذ قوي، وفيلم لايت وخفيف، والناس حابين يخرجوا برا من الاجواء الدوش اللي احنا كنا فيها اخر سنتين. فاتمنى يعجبكم. بتعيش قصه حب مع مين؟ قصه حب مع ميتن ومريم. ومريم مش كلهم يعني. لا طبعا، انا بتحب الفيلم كله. لا مع مايل غيتي ومريم خشت. الاثنين يعني، بس هتشوف ليه وتعرف ليه. بس في حياتك عمرك عشت قصتين حب في وقت واحد؟ لا ما اعتقدش. لا ما حصلتش. انا طبعا يعني كلنا كنا ممكن بنحب شخص يعني اكتر من شخص في نفس الوقت، بس لا ما كنتش كده. خالص. بس عن النظاره البيضاء، محتاجها في حياتك عشان تعرف الناس؟ لا ما اقدرش ابقى مدمن النظاره دي، يحصل مشاكل كتير يعني. لا حاسس كده. مين اللي انت خايف تشوفه بيها؟ خايف اشوف نفسي فيها. لا باص. شارد.